بسم الله الرحمن الرحيم. مع كتابنا الذي ندرسه وهو روضة المتنزه، وهذا الكتاب هو شرح لبداية المتفق. مع فقه الصيام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، وأن يجعله شهر مغفرة وعز للأمة الإسلامية جميعا، وأن ينصر المسلمين على أعدائهم من الكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لا يزال حديثنا موصولا مع فقه الصيام أو مع فقه الصوم. وتكلمنا في اللقاء السابق ولله الحمد والمنة عن شروط صحة الصوم، وفرقنا بين شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم، وقلت إن شروط الوجوب لو انعدم شرط فلا يجب الصيام على الإنسان من أصله، مثل شرط الإسلام أو العقل أو شروط الوجوب، البلوغ مثلا، فدي شروط وجوب. شروط صحة قد تشترك هذه أيضا مع شروط الوجوب، وهي أيضا الإسلام. فشرط صحة، ما معنى شرط صحة؟ يعني لا يصح الصوم مع انعدام هذا الشرط، يبقى إذن لا يجب ولا يصح. لكن هل ممكن يجب ولا يصح في بند آخر؟ مثلا شرط شهود الشهر، يعني شهادة الشهر وكنت حاضرا، مسلم عاقل بالغ، من ضمن شروط الصحة أن يشهد الشهر
ويكون قادرا على صيامه، مش كده يعني غير مسافر وغير مريض. طيب لو كان مسلما بالغا عاقلا وكان مريضا، أو كانت امرأة حائضا، هل يصح صومها؟ لكن واجب في حقها الصوم ولا مش واجب؟ واجب، يبقى لأنها مسلمة بالغة عاقلة، يبقى إذن وجب في حقها الصوم، ولكن عذر الحيض أو النفاس نفى عنها صحة إيه؟ الصوم، فتقضي مرة أخرى، عشان بس تفرق بين شرط الوجوب وشرط إيه؟ الصحة. يبقى شرط الصحة هو يجب أصلا في حقه الصوم، ولكن انتفى شرط من شروط الصحة فلا يصح هذا الصوم. وضحت المسألة؟ طيب قلنا أيضا في مسألة المرأة الحامل أو المرضع، ما الذي يجب في حقها؟ المرأة الحائض، الحامل أو المرضع، سيبك من حائض النفساء دلوقتي. ها؟ نعم، يعني في رمضان هل يجب عليها الصوم؟ يجب عليها الصوم، يصح صومها؟ يصح صومها إن قدرت عليه. طب خافت المشقة أو خافت على نفسها أو خافت على جنينها تفطر، طب عليها إيه المشكلة بقى؟ هل تقضي فقط أم تقضي مع الكفارة؟ الراجح اللي احنا تكلمنا فيه ترجيح أهل العلم تقضي فقط، تقضي فقط، يعني تصوم اليوم مكان اليوم الذي صمت الذي أفطرت فيه في رمضان، وتختار طبعا أيام يكون يعني سهلة مثل أيام الشتاء والنهار قصير والجو برد، يعني يبقى سهل عليها الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أما الحائض والنفساء هل يصح صومها؟ أولا لا يصح صومها، فإن صامت فلا يصح صومها أصلا، لكن الحامل والمرضع إن صامت وقدرت على الصوم صح صومه، إن وجدت مشقة عليها فأفطرت فلا شيء عليها وتقضي على أرجح الأقوال تقضي فقط. طب الحائض والنفساء هل يصح صومها؟ لا يصح، يبقى في بعض النساء تعذب نفسها وتقول لك ده يوم من رمضان وتفضل طول النهار معذبة نفسها وصايمة علشان قال ايه قبل الفطار تشرب لها شوية مية، هذا خطأ، وهذا تعسف في استخدام الرخصة. انت عندك رخصة رخص الله تبارك وتعالى لك هذا، ولذلك المرأة لما جاءت وقالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة لها أحرورية أنت، يعني تنسب إلى بلد حرور، الحرورية اللي هم يعني الخوارج، فقالت لا، المهم قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. إذن فالحائض والنفساء يجب عليها الإفطار، لا يصح صومها ويحرم صومها إن شئت فقل ذلك، وعليها أن تقضي عن هذا اليوم. فبعض العقول ساعات تقول لك لا، أنا في مسألة أخرى حديثة، وهي يعز عليها أنها تفطر يوم من أيام رمضان فتروح واخد علاج يمنع نزول إيه؟ الدورة، يمنع نزول الحيض، هذا لا يجوز، هذا ما كتبه الله تبارك وتعالى على بناتي حواء، قدرها هذا، فلا تمنع مسألة العادة الشهرية باستخدام أدوية. بعض العلماء أجاز ذلك في الحج أو في العمرة إذا كانت مرتبطة برحلة ولن تستطيع الرحلة أن تؤجل السفر من أجلها، فبعضهم أجاز أن تأخذ يعني مانعا للدورة لحد ما تنتهي من إيه؟ من فترة الحج أو العمرة. برضو مهمة جدا باستشارة طبيبة مسلمة أمينة، لأن قد يؤدي ذلك إلى يعني تعثر بعد ذلك
واضطراب في الدورة الشهرية عندها، وقد يتأثر الحمل بذلك بعد ذلك. فإذا الإسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا أمر يسره الله تبارك وتعالى على المرأة، فلا ينبغي أبدا أن يعني تحاول أن تخالف طبيعتها أو أن تخالف شرع الله تبارك وتعالى الذي ألزمها به. اليوم إن شاء الله نكمل مشيئة الله عز وجل. كنا بنتكلم عن مسألة تعجيل الفطر، وهذه من السنن، صفحة 500 إن شاء الله. لأن في بعض الناس يقول لك لا، ما استنى لما يؤذن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، حاجات برضو من إيه، من الموروثات الخطأ البعيد عن الشرع. مسألة الفطر متعلقة بغروب الشمس، لو أنت مثلا على البحر شفت قرص الشمس غاب بأكمله، حتى لو لم تسمع الأذان برا كل واشرب. مسألة الإمساك وهنتكلم عن تعرض له، كان بيقول لك يجيب لك النتائج كده أو بعض الأمسكيات، يقول لك الإمساك الساعة كذا، تبص الساعة كذا تلاقيها قبل أذان الفجر مثلا بثلث ساعة أو بربع ساعة، نقول لا، الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يبقى أنا أقعد أكل وأشرب لحد ما أسمع المؤذن في الفجر الصادق اللي هو الفجر الثاني، لأن أذان الفجر برضو يعني في سنة إحنا هجرناها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان لصلاة الفجر، كان بلال رضي الله عنه ابن رباح يؤذن بليل يعني قبل الوقت، كأنه الاستعداد لمسألة الصيام وخلافه. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن في وقت الفجر الصادق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم آذان بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، وإذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه فأمسكوا. يبقى المعيار عندنا طلوع الفجر الصادق في مسألة الإمساك، والمعيار عندنا في الإفطار غروب الشمس. يبقى ملناش دعوة زي ما بيقولوا يعني الشيعة يستنى لك النجمة تطلع معينة بعد غروب الشمس، يبقى احنا أفطرنا وبنصلي وبقينا في الركعة الثانية تسمع بداية الأذان بتاعهم، هم على حيطة أكثر ودراية أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فقه أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة غريبة الشكل. يبقى دي المسائل دي نخلي بالنا منها، نحن نريد أن نلتزم بشرع الله تبارك وتعالى في الصيام وفي الفطر. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ما عجلوا الفطر، يبقى تعجيل الفطر مندوب إليه. وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر الصائم. وهنا أقبل الليل منها هنا من أين؟ من جهة الشرق يقبل الليل، لأن بيبقى لسه قرص الشمس نازل في الغرب. وأدبر النهار، ده إدبار النهار من ناحية إيه؟ الغرب بغروب إيه؟ قرص الشمس منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني وجب إفطار الصائم. قال الترمذي رحمه الله عقب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، استحبوا تعجيل الفطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق عليهم رحمة الله تبارك وتعالى جميعا. المسألة رقم 20، هل يستحب الانتظار قليلا بالفطر حتى يتأكد من دخول الوقت؟ دي اللي بنتكلم عنها، استنى شوية حاسب ما تشربش لما يقول المؤذن إيه أشهد أن لا إله إلا الله، مش عارف من أين جاءوا بهذا الكلام. الجواب لا يستحب له ذلك، بل يفطر بمجرد غروب الشمس. عن عبد الله بن أبي أوفى قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، يعني هات لنا ماء،
فقال رسول الله: لو أمسيت، يعني انتظر شوية لحد ما نمسي. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا، لسه النهار فوقنا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لنا، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. نأتي إلى مسألة أخرى من مسائل سنن الصيام، تأخير السحور. عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني بداية السحور لحد ما انتهوا من سحورهم وقاموا إلى صلاة الفجر، كان مقدار الفترة كانت حوالي 50 آية. المسألة وده يعني برضو يستحب تأخير السحور، ما تسحرش في أول الليل تقول يمكن ما أمش والكلام ده، لا أضبط المنبه وخليه قبل الأذان إن شاء الله بنصف ساعة، ونبه على من في البيت. وفي الغالب يعني الناس في رمضان يسهرون إلى السحور، وتلقى الناس يعني دوشة في الشارع، فحاول دائما أنك تؤخر السحور لأن هذا من السنة. ما هو فضل السحور؟ ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور هو الفعل نفسه، الأكل نفسه، أما يعني الفعل هو السحور زي الوضوء. طب السحور هي الوجبة نفسها، الأكل، الطعام. ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ ها؟ الوضوء هو الفعل، طب الوضوء هو الماء الذي إيه؟ نتوضأ به. يبقى السحور هو الفعل، الأكل. السحور هو إيه؟ الفول والطعمية والجبن الركفورد والزبادي. وضحت؟ طيب، يبقى الأكل، الطعام نفسه اللي أنت بتاكله في ساعة السحر هو دي السحور بفتح السين. أما السحور فهو الفعل نفسه، الأكل نفسه، فعل الأكل نفسه. قال: ما هو فضل السحور؟ للسحور فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يعني الوجبة بتاعت السحور دي، الأكل بتاع السحور ده فيه بركة. وفعلا انت بتجرب لما بتفوتك ساعات وجبة السحور دي، وتبقى طول النهار دايخ ولا عارف تكلم حد وعاوز تنام على طول، وكل ما حد يكلمك مالك مش فايق يقول لك اسكت يا اخي راحت علينا نومة، وعاوز تشكل الدنيا كلها ان راحت عليك ايه نومة. صح ولا بيحصل ولا بيحصلش؟ فاذا في بركة في هذا الطعام الذي تأكله في ساعة السحر. للسحور فضل عظيم بينه النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى حتى فيه عدم تشبه بأهل الكتاب، أهل الكتاب هم يصومون من غير سحور، من غير سحور، نحن الفرق بيننا وبينهم هي وجبة إيه؟ السحور هذه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب دائما يخالفهم في كل عبادة لهم. قال ابن المنذر رحمه الله، وهو دائما يحكي الإجماع: وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. يعني كمان تثاب على هذه الأكلة، وجبة السحور دي تثاب عليها، مندوب لها يعني إيه؟ يعني مسنونة. وإحنا قلنا المسنون أو المندوب أو المستحب تثاب على فعله ولا تأثم عليه على تركه. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكلة بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف بقى الفضل بقى، مين اللي بيصلي على المتسحر؟ الله والملائكة، يعني يدعون لك ويستغفرون لك. وصلاة الله على العبد رحمة، وصلاة الملائكة على العبد إيه؟ دعاء واستغفار. وعن المقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك.
مسألة، مسألة 22، إلى متى يجوز للصائم أن يأكل؟ زي ما بينا احنا لحد امتى تفضل تأكل طول الليل؟ وفي ناس سبحان الله كأن شهر رمضان شهر تسمين، يعني يكون وزنه مثلا 75 مع هلال رمضان مع هلال شوال يبقى 85. ليه؟ شغال طول الليل، مكسرات، قطايف، كنافة، بلح الشام لأمة القاضي، عاوز يعوض الكم ساعة اللي هو ايه صامه بالنهار، يجي يبص الأوزنه زاد له بتاع 10 كيلو. وهذا الشهر هو شهر عبادة، هو شهر قرآن، هو شهر قيام، هو شهر تراويح، هو شهر تهجد، فلا بد أن نستثمره في الطاعة مش في الأكل. ولذلك تلقى الناس حاجة غريبة، هجوم على الأرز، هجوم على السكر، هجوم على المكرونة، هجوم على كل سلعة تموينية، كأن يعني الشهر ده مخصص لإيه؟ للأكل والشرب. عجيب، خلي حياتك عادية جدا زي أي شهر بل أقل، أنت لابد أن تتفرغ لطاعة الله تبارك وتعالى. فيقول هنا الجواب: في بعض البلدان يأمر المؤذنون الناس بالإمساك قبل أذان الفجر الثاني بفترة طويلة، وهذا خطأ، والصحيح أنه يأكل ويشرب حتى أذان الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة والصحيح أنه يأكل ويشرب حتى أذان الفجر مش معنى كده أنه يبدأ أكل من أول المغرب لحد أذان الفجر شغال، لا، يعني الفترة دي مسموح فيها بالأكل وإيه والشرب، عشان تفهم بس عبارات الكتب. مش معنى كده ما يقول لك والصحيح أن يأكل ويشرب حتى دخول الفجر الصادق، معنى كده أنك تفضل تأكل من بعد أذان المغرب لحد إيه؟ لحد الفجر الصادق، لا، ده معناه أن المدة دي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق هي فترة أكل وشرب، تحب تأكل في أولها، تأكل في نصها، تأكل في آخرها، كل مباح لك هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، اللي هو عبد الله ابن أم مكتوم الذي عاتب ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عنه وقد جاء ليسأله عن بعض أمور الدين، وقال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. قوله: الزيادة في أعمال الخير، يعني يستحب ويندب للزيادة في أعمال الخير في رمضان، وهذا نقتضي فيه بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وفي السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين، فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة على جبريل مرة واحدة، وفي السنة التي مات فيها وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. فمع عرض القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون دائما في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، وكان أجود ما يكون عندما يأتيه جبريل لمدرسة القرآن. فأنت إن كنت من المنفقين فينبغي أن تكون أشد إنفاقا وأشد كرما في شهر الكرم والجود في شهر رمضان، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، ده عامة في أي وقت، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، حالة رمضان بقى زيادة في الجود، زيادة في الكرم، زيادة في الإنفاق.
وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينقضي رمضان، يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح تأتي دائما وتزد أو تدفع إلينا السحاب بالمطر بالخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة من ربها بالسحاب وبالخيرات للناس. قوله قول إذا شتم إني صائم أيضا من السنن ومن المندوبات، أنك في نهار رمضان أنت حجبت نفسك عن الطعام وعن الشراب وعن شهوة النساء، الشهوة التي كانت عليك حلال قبل رمضان أو في نهار في ليل رمضان، فبنهار رمضان تصبح زوجتك عليك حرام جماعها، ومع ذلك ففي هذا النهار لو سببت أو إنسان يعني بدأك ببذاء فلا ينبغي أن تدفع السيئة بالسيئة، وإنما ينبغي أن تدفع السيئة بالحسنة، وينبغي أن تذكر نفسك وأن تذكر من سابك أو شتمك بقولك إني صائم إني صائم، فهذه سنة مندوب إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، إذن فالحديث إيه؟ قدسي. لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو العلماء يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فهو حديث قدسي، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فحديث قدسي، يعني اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله تبارك وتعالى، وينسب الكلام إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لا يقرأ به كما نقرأ القرآن. ما ينفعش تقرأ حديث قدسي بدل من سورة قصيرة أو بدل من آيات في الصلاة. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة يعني وقاية وحصن من وساوس الشيطان ومن كيد النفس الأمارة بالسوء. وهنا نبين أيضا أمرا بأن هذه العبارة قال فيها العلماء هي لبيان مدى قيمة الصوم أو مدى ثواب الصوم عند الله تبارك وتعالى، فلا يجزي ولا يعرف قدره وقدر العبد الصائم وقدر الثواب لهذا العبد الصائم إلا الله عز وجل. فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، فليقل أمر، فليقل إني امرؤ صائم. إذن هذا مندوب إليه وهذه سنة تثاب عليها. بعض الناس بقى الصيام ده في نظره بينرفز وبيضيق الخلق، ولما يتنرفز إنسان على موظف على طابور العملاء الواقفين أمامه يقول بس يا أخي ما تنرفزوش ده صايم اعذره، ويقول خلاص وروح أقفل لك الدفتر ما احنا الشغالين، وروح أقفل لهم الشباك في وجههم، وكأن الصيام جاء ليسيء أخلاق الناس. والحق إن الصيام إنما جاء ليهذب أخلاق الناس ويحملهم على الجادة وعلى الطاعة. فالصيام الغرض منه أن يهذب أخلاق الناس لا أن يسيء أخلاقهم. ليكفي أنك تستشعر برقابة الله تبارك وتعالى عليك وأنت صائم. طيب تدخل البيت وتكون عطشان وأمامك الثلاجة وبتفتح وتشوف المية الباردة وتشوف العصائر، يعني لا يستطيع أن ينتصر عليك الشيطان بحيث تروح شرب لك شوط مية وتطلع للناس تقول نصائم.
ده بالعكس، لو انت بتتوضى لما بتحس ان في نقطه ميه دخلت تقعد تكح وتستنثر عشان تطلع اي حاجه دخلت في جوفك، يبقى هنا في استشعار برقابه الله عز وجل. فالانسان الذي يستشعر برقابه الله عز وجل ينبغي دائما ان يكون على خلق عال جدا، ويكون في اعلى حالات الخلق. فيقول هنا ايضا مساله اخرى، طب انت صائم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوه، تقول زورا او تقول كلاما باطلا او تقول كلاما تافها فارغا، لا ينبغي هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره ايضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هو اصلا ليس لله حاجه من الخلق جميعا، انما هذا ايضا من اساليب البيان عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك وربنا سبحانه وتعالى اصلا غني عنك وفرض عليك الصوم لتكون عبدا ربانيا ليحقق لك التقوى. الم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه تتقون. فينبغي ان يحقق لك الصوم التقوى والخشيه من الله تبارك وتعالى. فاذا تكلمت بالزور او شهدت زورا او تكلمت زورا، والزور هنا كل ما فيه مغضبه لله تبارك وتعالى فهو زور. فحتى في شهاده الزور ليس فقط هي الشهاده، يعني بعض العلماء قال والذين لا يشهدون الزور على قولين عند اهل التفسير: يشهدون يعني يدلون بالشهادة الباطلة في المحكمة. تروح واحدة مأجرة يعني واحد لا دين له، تديله 20 جنيه أو 50 جنيه ويدخل أمام القاضي يحلف يمين الله إنه شاف زوجها وهو بيضربها ولا يعرف زوجها حتى تتمكن من حصول على الطلاق أو غير ذلك. هذه شهادة زور. أو شهادة الزور قال يعني من المشاهدة، لا يشاهدون الزور يعني معناها، يعني أي زور أي مغنى أي طرب أي شيء لا تقف مع الناس وتشاهد الناس اللي بترقص وتسمع الكلام الفارغ والتافه، هذا عباد الرحمن، هذا من شهادة الزور. فإذا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ده من صفة. فإذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن في أن يدع طعامه وشرابه. ومن الناس أصايم بسب دين الله صيام إليه سبحان الله، ومنهم من يصوم ولا يصلي. أيهما أشد ركنية وأشد طلبا عند الله تبارك وتعالى، الصوم أم الصلاة؟ الصوم شهر فقط، لكن الصلاة مطلوبة منك 5 فروض في اليوم والليلة، وهي عماد هذا الدين. ولم يختلف العلماء في شيء يترك تكاسلا وقالوا فيه كفر أم غير كفر إلا الصلاة. يعني مسألة الصلاة بالذات اختلف فيها الفقهاء، هل من تركها تكاسلا يكفر أم لا؟ طبعا رأي الجمهور لا يكفر، رأي الإمام أحمد بأنه يكفر، واستدل على ذلك بأدلة. إنما الذي أريد أن أوصله لكم بأن الصلاة هي عماد هذا الدين، فكيف يصوم عبد ولا يصلي؟ هذا أمر عجيب يعني. قال أيضا: هل يقول إني امرؤ صائم سرا أم جهرا؟ يعني واحد سبه أو شتمه قال له: يا أخي أنت رجل بارد، أنت ما عندكش إحساس في الصيام في شهر رمضان، هل يقول إني صائم أو إني امرؤ صائم يجهر بها يقول إني صائم، ولا في سر يقول إني صائم؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال يقولها سرا وهذا أفضل من المراءة، ومنهم من قال يقولها جهرا في رمضان لأن الناس كلها صايمة يبقى مش برأي، ويقولها سرا في النافلة لأن مش كل واحد عارفك إنك صايم 2 وخميس مثلا أو 13 14 15، فإن حدثت مشادة بينك وبين إنسان فقل إني صائم في نفسك، ده رأي الفقهاء. وقول ثالث بأن يقولها جهرا
في رمضان وفي صيام النافلة. ما وجه هذا القول؟ قال لما بيقول إني صائم ربما بيثير عند الإنسان الأمامه الاستحياء وبيظهر شعيرة من شعائر الله، فإذا الأمر ليس فيها رياء ولا فيها شيء، وإنما قد يحمل الإنسان الآخر وربما يكون صائم بأن يردعه، أو بيقول إني صائم كأنه يقول أنا أتشبه بالملائكة، فالملائكة لا تأكل ولا تشرب وتسبح ربها، فأنا أتشبه بحال الملائكة، فلا ينبغي أن أرد على سيئاتك بسيئة. وأيضا يقول إني صائم كأنه يقول كما أني صائم عن الطعام وعن الشراب وعن شهوة الجماع، فأنا صائم عن السباب والشتم والمقاتلة والشجار إلى آخر هذه الأشياء. فالراجح في المسألة أن يقول إني صائم يعلي بها صوته أو يجهر بها. يقول الأول، الرأي الأول، ويقول العلماء فيها ثلاثة أقوال. الأول أن يقولها سرا، إني صائم يقولها سرا، لأن ذلك أدعى إلى الإخلاص لكي لا يظهر الصيام فيبعد عن الرياء. الأمر الثاني، القول الثاني، أنه يفصل بين صيام رمضان وصيام التطوع، فيجهر في الفرض لأن الكل صائم، يعني يعلي صوته ما حد يؤذيه أو يعني يسبه، يقول إني صائم في رمضان لأن الكل صائمين، ويسر في النفل مخافة الرياء. القول الثالث أن يقولها جهرا في الفرض والنفل على السواء، لأن ذلك مقتضى القول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بينهما، لأن ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم في رمضان، ولا يقل ذلك في النافلة، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال فليقل إني صائم. إذن فلتحمل على الإطلاق في رمضان وفي غير رمضان، في صيام الواجب وفي صيام النافلة. الراجح القول الثالث أنه يقولها جهرا إني صائم أو إني امرؤ صائم، يقولها جهرا في الفرض والنفل، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، قال لفائدتين، يعني لماذا فضل أو رجح هذا الكلام بأن يقول الصائم عندما يسب أحد أو يقاتله إني صائم جهرا في رمضان وفي غير رمضان، يقول هذا لسببين. السبب الأول بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما، لا لعجزه عن المقابلة، لا لعجز عن مقابلة السيئة بالسيئة. يقول له عم أنا جزاك الله خيرا أنا صائم، يعني اللي منعني من أن أسبك كما سببتني أني رجل على طاعة وصائم ولا أقابل السيئة بمثلها، وأفعل ما أمرني به ربي جل وعلا في الحديث القدسي، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. الأمر الثاني تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحدا، وربما كان الشاتم صائما أيضا، فكأني بقول له يعني أنا صائم، هو ممكن يقولها في نفسه الله طب أنا برضو صائم، طب ليه هو يعني أحلم مني وهو أصبر مني، طب أنا برضو المفروض أكون على صبر وعلى حلم، لماذا أبدأه بالمساببة أو بالشتم أو بما شابه ذلك. فدي ممكن تكون رادع ودعوة إليه أن يحسن خلقه. مسألة، ما معنى إني امرؤ صائم؟ قال الشيخ وحيد حفظه الله معنى إني صائم أي كما أني صائم عن الطعام والشراب فكذا إني صائم عن السب والشتم، دي حاجة وجه. أو إني متشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يجهلون على أحد، فأنا كذلك لا أجهل على أحد، فيها تشبه بالملائكة. أو إني متلبس بعبادة عظيمة، أنا الآن على عبادة وعلى طاعة عظيمة، لا يليق بي أن أجيبك عن السب، لا يليق بي أن أجيبك عن السب، يعني أن أسبك كما سببتني. نأتي إلى سنة أخرى، الدعاء عند الفطر،
الدعاء عند الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إفطاره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، كأنه يقول: يا رب اللهم اثبت أجرنا. هذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند إفطاره. ما فيش بقى حتة اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت إلى آخر، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات. احنا النهارده كنا نتكلم في الخطبة على أن الدعاء من عوامل الثبات أو من أسباب الثبات حتى الممات، بأنك تدعو ربك أن يثبتك على الدين، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أخي الكريم، إذا سعيت إلى معصية فلم توفق فيها فإن لك مكانة حتى الآن عند الله وأنت تسعى في معصيته، يعني تعرف لو ملكش كرامة عنده كان سهلها عليك وعصيت. يبقى ما تحزنش لما تكون بتسعى المعصية وتقفل أمامك، زي واحد مثلا متواعد مع واحد على رشوة وفي المكان المحدد شاف واحد صاحبه يعرفه، قال ايه ده وقته، يا اخي احمد الله. او ما جاش الراجل في الميعاد بتاعه واخلف ميعاده، الراشي ما جاش حصل له عذر، عمل حادثه بالعربيه، الكاوتش فرقع، اي حاجه اتاخر، ما تبقاش حزين وزعلان. تحزين على زعلان ايه؟ ده انت ستجني وزرا. تفرح لما ما يجيلكش، مش تبقى حزين لما اتاخر عنك. يبقى دي قضيه مهمه جدا، ولذلك اكرر مره اخرى مقوله الحسن البصري عليه رحمه الله تبارك وتعالى، احفظوها. لما سئل عن اهل المعاصي قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. احفظها، العاصي هان على الله فتيسرت له المعصية، سهلت قوي. فوق، اوعى تحزن على معصية فاتتك، بل عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى أنه عصمك عنها، لأن لسه ليك بقايا محبة عنده. لو ملكش بقايا محبة عنده كانت تسهلت. إذا نحفظ مقولة مين؟ الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. فتفرح جدا لما يكون في تفكير في معصية وسعي لها وتقفلت الأبواب في وشك، افرح لأن لسه ليك. وقول له كده: يا رب بقى أنا بسعى لمعصيتك وانت بتقفلها في وشي، لسه لي مكانة عندك، لسه بتحبني، افرح. يبقى خلي بالك يا اخوانا، الحاجات دي مهمة جدا. عاوزين نتربى، عاوزين نتربى على مقاييس حقيقية في فهم الحب والبغض من الله تبارك وتعالى للعبد، او من العبد لله تبارك وتعالى. إذن ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. طبعا في أحاديث أخرى بتظهر في نوعيات أخرى أيضا، زي الإمام العادل، دعوة الإمام العادل لا ترد،
الإمام يقصد هنا ولي الأمر العادل الذي يخشى الله تبارك وتعالى في الرعية، لما بيطلب من الله سبحانه وتعالى لشعبه شيئا ربنا سبحانه وتعالى بيسره لهذا الشعب. إذن دعوة الصائم، دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، واحذر احذر احذر أن تظلم صالحا، مشكلة كبيرة، يبقى الظلم مضاعف. وأكرر مرة أخرى الحديث القدسي اللي ذكرناه في الخطبة اليوم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن يا إخوانا احذروا أن تعادوا أولياء الله، احذروا، لأنه لو قال يا رب بيحملها ربنا تبارك وتعالى فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك، ولو بعد حين، بعد حين ده ممكن بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنين. فالكلام ده يعني روى تقريبا في كتاب نهاية الظالمين ان امرأة كان لها يعني كوخ قريب من قصر ملك، كوخ حتة بتاع ملكه، فالملك كده وهو رايح جاي شايف المنظر ده ما يليقش بالقصر، ده ملكها، فأمر الجنود بإزالته، وكانت راحة تجيب حاجتها، فجاءت كما يروي صاحب القصة فوجدت كوخها قد هد وأزيل، فنظرت إلى السماء فقالت يا رب أنا كنت غائبة فأين كنت أنت؟ لا إله إلا الله، طب أنا كنت غايب عن الكوخ بتاعي وأنت كنت فين؟ قال من روى الحديث زلزلت الأرض وهدم القصر، من روى هذا الأثر يعني الخبر هذا، الأرض ارتجفت من هذه الدعوة وهدم القصر على من فيه. إذن إن ربك لبالمرصاد وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. آيات، اوعى تفكر ان ربنا اخذ الناس دي على حين غرة، لا والله ده امهلهم كثيرا واعطاهم فرصا كثيرة والله ليتوبوا وليرجعوا، فابوا ابوا الا ان يذلهم الله، وأبوا إلا أن يهينهم الله عز وجل، فآثروا الإهانة والذلة عن أن يموتوا بشرف وبعزة. إذن دعوة الصائم، دعوة المظلوم، دعوة المسافر، لما يكون حد مسافر قل له يا أخي ما تنسناش كده من دعوة طيبة في سفرك. قوله أيضا من السنن الفطر على رطبات، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، رطب اللي هو مش أوانه الوقت بالنسبة لنا اللي هو زغلول اللي هو الأسود، الرطب الأسود، طب ما فيش ده موجود، يبقى التمر اللي هو بيتباع عند الفكهانية كيلو بسبعة جنيه ولا بثمانية جنيه، طيب فإنها لم يكن هذا أو ذاك، خلي بالك برضو التمر العجوة لإخلاف الرطب اللي معجن في بعضه ده برضه تمر يجوز أن تفطر عليه. طب إن لم تجد رطبا وإن لم تجد تمرا فجرعات إيه؟ حسوات من الماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، ثلاث حسوات كده من الماء يشرب إذا لم يجد. مسألة، ما هي أركان الصيام؟ للصيام ركنان، الركن الأول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طب الركن الثاني اللي احنا اتفقنا عليه النية،
يعني لو واحد أمسك عن الطعام من الفجر ولم ينوي أن يصوم، هل يعد صائما؟ لا يعد صائما. فلا بد من النية التي تميز بين العبادات والتي يكون فيها العمل أو يوجه العمل فيها إخلاصا لله رب العالمين. يبقى النية ركن من أركان الصوم. طيب كده نقف عند هذا، لأن في